بدعوة أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا، قامت الحكومة الصينية بدعوة شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة أو إذا كان البلد مهددا بنقص الغذاء وسط تفشي محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات. صاحبة الدعوة كانت وزارة التجارة الصينية، والتي نشرت عبر موقع الإلكتروني رسالة داعية للعائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية في حالات الطوارئ، دون توضيح ما إذا كان الأمر مرتبط بموجة وبائية جديدة أو هناك حدث أمني مرتقب على الصينيين أن يستعدوا له. طبعا الله يستر، يعني هذا كان على الصعيد المحلي بالطبع، أما على الصعيد الدولي فشكلت هذه الدعوة حالة قلق كبيرة في بعض الأوساط المتخوفة من موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا، خاصة مع اقترابنا من فصل الشتاء الذي يعتبر أو يعتبره الخبراء أنه من أكثر المواسم التي يصاحبها انتشار الفيروسات. أخيرا استبعدوا هذا الأمر، يعني آخرون استبعدوا هذا الأمر لكون نسب الإصابات في الصين منخفضة مقارنة بدول كثيرة حول العالم، مرجحين أن يكون الأمر ذا صبغة أمنية متعلقا بالتوترات السياسية التي تجري في شرق آسيا. طيب دعونا نقرأ أبرز تعليقات على هذا الموضوع، نبدأ من زياد. ماذا كتب زياد؟ قال يمكن الموجة الرابعة أشد وأفتك من جميع الموجات، الله يستر. كوريا الشمالية، الصين قالوا يجب تخزين كميات كبيرة من الطعام والاستعداد للبقاء في البيت. أي والله الله يستر يا زياد. نادية قالت إذا أردنا أن نعرف ماذا يحصل في الصين فعلينا أن نعرف ماذا يحصل في تايوان، يعني شبح الحرب بين الطرفين. محمد قال أتوقع والله أعلم الصين راح تدخل تايوان وأمريكا راح تتدخل وتقوم الحرب بينهم بصواريخ، وراح تفرض الصين حظر تجول لا أحد يطلع من بيته حتى لو يبي مواد غذائية. طبعا هذا المنظر الكارثي يثير كثير من الناس. من بكين معنا الصحفي نادر رونغ هوان. أهلا بك سيد نادر معنا على سكاي نيوز عربية. سيد نادر حياك الله. دعوة مخيفة للصينيون وخارج الصين أيضا، ما السبب الكامن وراء هذه الدعوة؟ في الحقيقة هذا الإعلان يعني هو إعلان روتيني لأعمال يعني ضمان إمدادات الغذائية في فصل الشتاء، فهذا يعني من يعني عمل روتيني من وزارة التجارة الصينية، لأن أهم وظائف الوزارة هو ضمان الإمدادات السلع والمواد الغذائية. فربما كان هناك بعض القراءة بالخطأ أو القراءة المفرطة لهذا الإعلان في خلفية حاليا، ولكن في الحقيقة ليس هناك أي يعني حالة طوارئ أو الحرب أو يعني هو موجة جديدة لكورونا. فأنا من هنا في الصين، نحن لا المواطنون لم نشعر بذلك، ولكن أنا تابعت الأخبار العالمية، فهذا الإعلان يعني أثار الشائعات يعني كثيرة في هذا. طيب سيد نادر، أنت تقول هذا يعني أمر طبيعي يعني يتم الإعلان ذلك، يعني السنة الماضية والتي قبلها وما قبلها كان نفس الإعلان أم أنه مختلف هذه المرة؟ يعني تقريبا نفس الإعلان لتوجيه الأجهزة الحكومية ومؤسسات لضمان حياة المواطنين لضمان إمدادات المواد الغذائية والحاجات الأساسية في فصل الشتاء، ولكن الذي يختلف هو بسبب الوقاية من كورونا في فصل الشتاء، ونحن نعرف هو قد يحدث الموجة الجديدة من كورونا المحتملة. فهذا لكن سيد نادر أنا أريد أن أفهم هنا مسألة تخزين الأطعمة هي مرتبطة بحالات طوارئ، يعني لا أحد حتى لو في الشتاء لا نخزن الأطعمة،
هل هكذا يعني هو طبع يعني موجود لدى الصينيون يخزنون الطعام؟ طبعا في شمال الصين وخاصة في المناطق الشمالية في الصين فهناك الشتاء كان قاسيا، والكثير من الأسر وخاصة في المناطق الريفية يخزنون الخضروات والمواد الغذائية في الشتاء للقضاء في أيام الشتاء، فهذا معروف لدينا في الصين. طيب سيد نادر، يعني الوضع في الصين لا يبدو أن هناك تفشي أو يعني ارتفاع لأعداد الإصابات، لكن كيف تبدو الإجراءات؟ يعني هل عادت الحياة بشكل كامل في الصين؟ كيف تبدو الإجراءات؟ طبعا قد عادت الحياة بشكل طبيعي منذ وقت طويل، فحاليا نحن في يعني الوضع الطبيعي للوقاية من كورونا، فإذا حدث أي حالة الإصابة المؤكدة فتكون هناك الفحص كامل لمن لديه الاتصال الوثيق معها وعزل يعني هذا المريض وكذلك علاجه، وكذلك أحيانا يعني إغلاق الحي السكني الذي يسكن فيه. لكن من ناحية يعني التخوف بعد هذا الإعلان، لا يوجد تخوف في المجتمع الصيني من أي شيء، لا من حرب مع تايوان ولا عودة تفشي كوفيد 19. لا حاليا لا، نحن في الصين لم نشعر بذلك، ولكن هناك بعض الوسائل الإعلام يعني تقرأ هذا الإعلام يعني بخطأ أو القراءة المفرطة لهذا الإعلان، ولكن نحن المواطنون حاليا في الصين لا نشعر بذلك. أشكرك طبعا على كل هذه المعلومات والتوضيحات من بكين الصحفي السيد نادر رونغ هوان، شكرا جزيلا لك.